انت عملت حركه اللي انا ضايقت منك بيه دي، اللي احنا هل فكر تواجد جمهور الاهلي ورا ضربات الجزاء ده شيء مخيف، شيء يعني مرعب، شيء يخلي الواحد مضغوط اكتر ولا لا؟ لا يا كابتن طبعا، ما فيش زي جمهور الزمالك طبعا، جمهور كبير. انا عارف اكيد جمهور الزمالك بالنسبه لك نمره واحد. بالظبط يا كابتن. لا انا بتكلم فكره وانت داخل ضربات الجزاء اتشاطت ورا الجون بالثالثه شمال، فانت وانت داخل شايف كل جمهور الاهلي في وشك، صح ولا لا؟ هل ده بيمثل ضغط ولا يعني، ولا ما كنتش مركز غير مع الجون؟ لا انا كنت مركز ان انا اجيبها جون، وكنت داخل بثقه عادي. انا لو انت مثلا لعبنا ضربات جزاء في الزمالك، يعني كم ضربه جزاء، مش ده ضربه جزاء اجيبه، يعني ده الثالثه. صحيح. وداخل بثقه وداخل بكل هدوء وبتاع، والحمد لله ربنا كرمني فيها يا كابتن خالد. ممكن ايه اللي خلاك تاخد القرار ان انت ترجع وتروح واخد ياسر ابراهيم وحاططها؟ يعني انت هل ده اتفاق مع عمر جابر، ولا انت تخيلت ان عمر هيحطها في الحته دي؟ لا يا كابتن، هو كابتن عمر جابر تعب في الماتش بصراحه، وعمل مجهود جامد جدا. هو الكابتن عمر جابر مش اول مره يعملها لي برضه. في ماتش كنا في المعسكر، وكنا بنلعب الشرطه العراقي، عمل لي برضه واحده بس حطيتها بدماغي، دي حطيتها برجليا. يعني انا حافظ الكابتن عمر من ايام ما كنا في بيراميدز مع بعض، يعني انا عارف هو هيعمل ايه بالظبط. انا انتوا كنتوا مع بعض في بيراميدز كمان؟ في بيراميدز. لعبنا مع بعض في بيراميدز. انا كابتن خالد رحت واخد البعيده عشان المساك يجي معايا، ورحت قاطع مره واحده، يعني خدت البعيده ورحت قاطع مره واحده. هل ياسر ابراهيم يتحمل الهدف ده اللي الناس شايلته الهدف، ولا انت شايف ان موضوع ان المهاجم يخطف المدافع دي مش سهله؟ دي بقى ذكاء مهاجم يا كابتن خالد. مش عارف بقى. انت ذكي جدا يعني. بالظبط كده. طب ناصر، انت كنت ماشي ورايح البنك الاهلي، صح الكلام ده ولا لا؟ والله يا كابتن خالد، في حد كلمني كده قال لي انت خلاص هم تقريبا هتتباع للنادي البنك وبتاع، ما كنتش اعرف يعني، عرفت من حد يعني في نادي البنك يعني. قال لي كنت هتتباع وهتيجي عندنا. قلت له لا انا عادي، انا ما عنديش مشكله، انا تحت امر الاداره في اي وقت، اداره محترمه جدا. وانا بحترم وجهه نظرهم اللي هم عايزينه واللي هم شايفينه. انا تحت امرهم يعني في اي وقت. جيت بقى ما كنتش بقى انت يعني، ما فيش الا ناصر هيمشي، ناصر هيقعد يا كابتن خالد، ده هيمشي ناصر، ده هيمشي مش عارف ايه. وكانت السوشيال ميديا كله كان ما فيش الا ناصر، وكان اصحابي بس يا كابتن خالد، انا ماليش علاقه بالسوشيال ميديا خالص. انت يعني كنت زعلان يا ناصر ان انت هتمشي من الزمالك؟ يا كابتن كنت زعلان جدا، عشان انا زملكاوي وبحب الزمالك وعشق الزمالك ومن وانا صغير يا كابتن خالد، يعني دمي زملكاوي. النهارده اعتقد بعد الهدف ده وهدف ضربه الجزاء وفوز الفريق بمباراه تاريخيه امام خصم كبير وهو النادي الاهلي، اعتقد دي نقطه تحول في حياتك، وستبقى الى ما لا نهايه، لن يتم بيعك نهائيا بعد كده اعتقد يعني. طبعا زي ما انا قلت لك يا استاذ خالد، والله ان الواحد بيعمل اللي عليه، وال يعني مش بتاعتي انا، هم خدوا القرار ان انا امشي، اللي انا اقعد. بس انا بقول من خلال حضرتك ان انا يعني اكون موجود في نادي الزمالك، والفتره الجايه نقدر نفرح جمهور نادي الزمالك ونجيب بطولات كتير. انت كنت زعلان يا ناصر لان شيكابالا قال الكلام ده، كنت زعلان ان السوشيال ميديا في فرصه جون فاضي رحت مضيعها، ابتدى بعض الجماهير تتريق عليك وتتريق على فكره ان انت بتضيع فرص سهله وكلام من هذا القبيل، كنت ده هل ده يعني النهارده يعني ربنا سبحانه وتعالى بيكرمك من واسع، يعني النهارده نقطه تحول غير طبيعيه في حياتك الكرويه، واعتقد هتديك ثقه كبيرة جدا ان انت تكون واحد تاني كراس حربة مهمة في الكرة المصرية الفترة اللي جاية. بالظبط يا كابتن خالد، يعني انا كنت زعلان جدا قوي، وكان زي ما بقول لك كده انا ماليش علاقة بالسوشيال ميديا خالص، يعني انا اصحابي كان بيصعب عليا نفسي الكلام والشتايم والكلام دوت وبتاع، عادي جمهور الزمالك على دماغي وانا هدني لو عملوا فيا ايه، انا هدني، بحب نادي الزمالك وبحب جمهور نادي الزمالك، وزي ما قلت لك عشقي نادي الزمالك يا كابتن خالد.